الصلاة منظر ما هو مألوف. الكعبة ما فيها أحد، لا زوار ولا معتمرين. تفاصيل تبدلت علينا في يوم وليلة. اشتقنا لزحمة الشوارع، اشتقنا لجمعة الأقارب في البيت، التوجه إلى البوابة رقم، اشتقنا لصوت المطار. لكن واجبنا الوطن أكبر. خلك في بيتك اليوم عشان سلامتك، ولا تشيل هم منشأتك لأننا معك. عن بعد قريبين منك باستشارتنا، وعن بعد قريبين بتدريب روادنا، وعن بعد مستمرين في مبادراتنا، وعن بعد مستمرين أبطالنا في خدمتكم. وعن دعم منشآتنا مستحيل شيء يوقفنا.